استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقصر رفاعة اليوم بحضور الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وعددا من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة من مدنيين وعسكريين وجموعا من المواطنين الذين قدموا واجب العزاء بوفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة رحمها الله، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن شكره للجميع على مشاعرهم الطيبة ومواساتهم في وفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى آل خليفة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.